الوطن العاصمي، فالكميات التي تعرض سرعان ما تنفذ، مما أحدث خللا على صعيد السوق المحلية. Ils sont qu'on trouve partout, que ce soit au niveau du marché ou au niveau des rues ou là, là qui chauffe, les boulangers, tout le monde fait la chaîne. Notre صباح بكري تجي تلحق دير لا شين يقول لك الحليب خلاص. الحليب هي ريبتور تاع الحليب، ريبتور تاع الخبز. الخبز لو كان ما تنوضيش ما فينالمون تشري ما يصيحلكش. يا اين روتين تاع الخبز 7 جور صراحه 7 جور سور 7 لو ميم بروبليم لو سالاسو البولونجيري اللي عندنا هنا في لو ساندي ما كاش لا بار دي بولونجيري غلقوا. هذه الندره ارجعها رئيس الاتحاد الوطني للخبازين الى ان اغلب زملاء مهنته فضلوا العطله لضمان تغطيه كامله ايام عيد الاضحى، كما ان هذا الشهر هو بمثابه التوقيت المناسب لهم لترميم وصيانه المخابز. اللي راهم في عطلة في هذا ما يأثروش يعني على المستوى، عندهم عمال العمال عندهم حق في عطلة سنوية بروجي المخبزة تبان ولا راهي عطلة تبان بلي ما يخدم، لأن عمال المخبزة كلهم يقيمون يعني خارج الولاية. حنا اللي نداو عطلة نتاعهم باش في عيد الأضحى ما يكونوش في عطلة، يكونوا دخلوا باش الخبز يكون كاين في العيد. إغفال ضبط رزنامة العطل التي من شأنها تراعي ضمان ديمومة الخدمة في حدها الأدنى، هذا هو حال الخبازين اليوم، ما أحدث خللاً على صعيد السوق المحلية، الأمر الذي منح الفرصة للتجار المضاربين بتسويق هذه المادة على الأرصفة والأسواق الفوضوية بسعر مضاعف يرهق كاهل المواطن.